تزوجت من نجل فنانة شهيرة، وبدأت مشوارها مع الفنان محمد صبحي في يوميات ونيس ووجهة نظر وتخاريف. اقتصرت أدوارها على الظهور في الأعمال الدرامية وابتعدت لفترات كبيرة عن الساحة. إنها الفنانة المصرية عزة لبيب، واحدة من أبرز الفنانات في فترة التسعينات. شاركت في أعمال درامية ومسرحية وسينمائية مميزة في تاريخ الفن المصري، وابتعدت عن الساحة لفترة طويلة لسفرها بالخارج. بعد عودتها إلى مصر، حرصت الفنانة المصرية عزة لبيب على العودة إلى الفن، فاتجهت للمسرح وبجانبه شاركت في أعمال درامية بجانب نجوم شباب، بعدما كانت تشارك مع عمالقة من نجوم الوسط الفني. عزة لبيب هي ممثلة مصرية ولدت في يوم 1 يونيو من عام 1958 في القاهرة، والتحقت بكلية الآداب في جامعة القاهرة، وحازت على شهادة في العلوم الاجتماعية، ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية. تزوجت الفنانة المصرية عزة لبيب من الدكتور أحمد الشربيني، رئيس المعهد القومي للاتصالات، وهو ابن الممثلة المصرية الكبيرة ليلى طاهر، ولديها منه بنت تدعى علياء التي تدرس الإعلام بالخارج. بعد أن تخرجت الفنانة المصرية عزة لبيب، بدأت مشوارها الفني في عام 1985 مع الفنان الكبير محمد صبحي، وبعد أن لفتت الأنظار شاركت في أعمال درامية تعتبر من علامات الدراما المصرية. وسافرت الفنانة المصرية عزة لبيب في عام 2002 إلى كندا مع زوجها، حيث غابت في تلك الفترة عن الساحة الفنية، إلا أنها عادت مرة أخرى لتعمل في المسرح وتبدع على شاشة التلفزيون. شاركت الفنانة عزة لبيب في أعمال درامية عديدة يعتبر معظمها من علامات الدراما المصرية، ومن هذه الأعمال يوميات ونيس، أرابيسك، زيزينيا، أوراق مصرية، لا يا ابنتي العزيزة. وشاركت أيضا في مسلسلات مثل الزنكلوني، برج الأكابر، سنبل بعد المليون، اللقاء الثاني، مطلوب عروسة، تحت ظلال السيوف، العودة، الطاووس. وقدمت عزة أدوار مميزة في مسلسلات أخرى، منها أولاد الأصول، أحلامك أوامر، حقي برقبتي، بنات في بنات، هبة رجل الغراب، قوت القلوب. نجحت الفنانة عزة لبيب بعد التخرج من معهد الفنون المسرحية في صعود خشبة المسرح، حيث أبدعت في أعمال مسرحية مميزة بجانب الفنان المسرحي الكبير محمد صبحي. ومن أبرز المسرحيات التي شاركت فيها تخاريف ماما أمريكا، ليلة من ألف ليلة، وجهة نظر، بدر البدور والبير المسحور. لم تحظى السينما بوجود كبير للفنانة عزة لبيب، حيث شاركت في أعمال سينمائية قليلة، منها المنتقمون، عزبة الصفيح، بطل من السعيد، دقات على بابي، راجل بسبع أرواح. وشاركت الفنانة المصرية عزة لبيب في فيلم من فضلك وأحسن لك، والوزير جاي، والبيه البواب، وقبل الوصول لسن الانتحار، وسكة الندامة.